حول الموضوع انضم لنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في شؤون الجماعات المتشددة، وأيضا سينضم لنا حول الموضوع الدكتور من دهوك السيد هشام بريفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى لنتحدث عن وجهة نظر الحكومية في هذا السياق. أبدأ معك أستاذ ضياء من بغداد. أستاذ ضياء، طبعا عائلات مسلحي داعش وربما ما بين العودة إلى مناطقهم وعدم العودة والاحتجاز، يعني هذه الظاهرة متكررة فيما يخص شؤون الجماعات المتشددة، كيف سيتم التعامل معهم في هذه الحالة، عائلات مسلحي داعش وذويهم؟ مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة، وتحية لضيفكم الكريم ولمشاهدي قناة أخبار الآن. يعني أبدأ الحديث بالقول يعني أن الحرب قد تعطي يعني تعطي نصرا، ولكن قد يكون معمد بدماء الشهداء والضحايا، أي مقابل ثمن باهظ، ولكنها لا تصنع السلام. والحرب يعني لا يعني لا الحرب يعني لا تعطي حلا يعني للأزمات، ومن يعتقد بذلك فهو كمن ينظر بعين واحدة. يجب أن تقترن الحرب أو أي منجز عسكري يتحقق بمجموعة من الإجراءات. الموضوع الذي طرح الآن للنقاش يعني في هذه يعني في هذا المنبر الكريم أنه تنظيم داعش ترك من خلال ممارساته الإرهابية والإجرامية ترك جروح غائرة في النسيج الاجتماعي، وتسبب بتصدع يعني هذا النسيج، مما ولد ردود فعل يعني لدى الناس، لدى الجمهور، لدى الرأي العام تجاه هذا التنظيم. هنالك إجراءات الدولة، وهذه يعني الموضوع فيه شقين، في إجراءات الدولة وفي يعني موضوع يعني العشائر، العرف العشائري. المناطق الغربية التي دخل فيها تنظيم داعش هي مناطق عشائرية، تعرضت بعض المناطق إلى إجراءات يعني إجراءات تهجير قسري. أنا عندي إحصائيات في بعض المدن في البغدادي وهيت وحديثة، في مناطق غرب يعني غرب العراق كانت هنالك اجراءات قسريه. نعم. استاذ ضياء، فيما يخص الاجراءات وخاصه الحكوميه سنتحدث فيها مع الاستاذ هاشم بعد قليل، لكن فيما يخص فكر الجماعات الارهابيه، الجماعات المتشدده وتاثير هذا الفكر على العوائل، هل يعني هذا يحدد مصير هؤلاء العوائل، أم أنه هناك بعض العائلات يعني خرج منها مسلح أو مسلحين أو أكثر من ذلك، لكن البقية ليس لهم أي علاقة؟ هنا نتحدث عن مصير العائلات فيما يخص فكر أبنائهم وممارسات أبنائهم. يعني هو علينا أن يعني أن نصفر النتائج في البداية لصالح الوطن، أن نبدأ الخطوة الأولى من الإنسان، أنه كيف يعني نستطيع أن نؤهل، نعيد تأهيل يعني هذه العوائل من الجانب يعني النفسي والفكري، كيف نستطيع أن نحتويها ونجعلها عوائل قادرة أن تندمج مجددا مع المجتمع، لا أن يعني تتغلب نزعة الانتقام كما حدث في بعض المناطق. في تكريت العام الماضي تم تهجير بقرار من مجلس المحافظة 3000 عائلة خرجت من تكريت لمدة 10 سنوات بعد أن تدفع دية الذين يعني قتلوا من العشائر الأخرى. في محافظة الأنبار كانت هنالك إجراءات بتهجير 507 عائلة، تهجير قسري لمدة 10 سنوات. هؤلاء يعني خرجوا بملابسهم، بيوتهم يعني صدرت لصالح ضحايا تنظيم داعش، لم يتقبلهم أحد، يعني لا تقبلهم في إقليم كردستان ولا أحد يتقبلهم حتى من يعني أبناء عمومتهم، وبالتالي ذهبوا إلى يعني منطقة القائم، ذهبوا يعني إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش، وبذلك نحن يعني ندور عجلة يعني عجلة العنف ونزيد من حالة طيب الاحتقان. سيد ضياء ابقى معي، سأعود إليك فيما يخص هذه النقطة، خاصة موضوع إعادة التأهيل، لكن دعنا نذهب لنرى وجهة نظر الحكومة والإجراءات
الإجراءات التي ستطبق في هذا الملف مع الأستاذ هاشم بريفكاني نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى عبر الهاتف معنا من دهوك. سيد هاشم، موضوع العوائل، مصير عوائل داعش، يعني ما مصيرهم الآن؟ سمعنا بأنه التقرير قبل قليل تحدث بأنه بعض العوائل هم محتجزون في مخيم في الوقت الحالي، ما الإجراءات التي ستتخذ بحقهم أو معهم أو لمساعدتهم حتى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الآن الكرام. طبعا هذه المشكلة طبعا موجودة هي في كل المحافظات التي كانت تحت سيطرة هذا التنظيم المجرم، سواء كان في أنباس، سواء كان في تكريت، واليوم في نينوى. نعم، كان هناك أكثر من 200 عائلة من عوائل الدواعش أخذتهم الحكومة ونقلتهم ذات الهجرة إلى أحد المخيمات كان في سهل نينوى، وبسبب رفض أهل هذه المنطقة بأن يتواجد عوائل الدواعش في هذه المنطقة باعتبار هذه المنطقة منطقة الأقليات التي كانت أكثر تضررا من هذه العملية، وما أدى إلى إجبار الهجرة بنقل هؤلاء العوائل إلى مخيمات جنوب الموصل في الحمام وفي الجدعة. هذه العوائل هي عائدة لعوائل الدواعش طبعا. ولكن نحن في الحكومة كان لدينا رؤية أخرى بأن ينجمع هؤلاء العوائل في مخيم واحد ويكون تحت إشراف حكومي وأممي حتى نستطيع أن نؤهل هؤلاء الأطفال الموجودين الذين باعتبارهم أطفال تحت سن البلوغ ليس لهم ذنب في هذه العملية، وعلينا اليوم نأهل حتى نخلطهم في المجتمع ويكون مؤهلين للانخراط إلى المجتمع مدني. طيب، يعني فكرة هي في صدد النقاش لم تنفذ بعد، أو متى من المتوقع أن تنفذ جمعهم في مخيم واحد والبرامج التأهيلية؟ لا، يجمعهم في اعتقد اليوم هم مجمعين في مخيمين الحمام والجرعة، ولكن كان هذا برنامج الحكومي. كان هناك مطالبات ومناشدات مثل ما قال ضيفك الكريم استاذ ضياب بانه كان هناك عرف عشائري، كان هناك نعم حتى في بعض القرى جنوب الموصل ادوا الى تهجير هؤلاء العوائل من قراهم وسكناهم. طبعا هنا من حق هؤلاء القرى والعشائر تهجير عوائل الدواعش بما لهم من 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 اذى ومن ضرر، سواء كان مادي او يعني طيب. لكن بالمقابل من ضمن هؤلاء العوائل كما ذكرت هناك بعض الاطفال لا ذنب لهم، هناك البعض الذي لا يجب ان ناخذهم بذنب ربما من كان من عائلتهم. نعم، وكان ارهابي. هل تؤمنون حمايه لهؤلاء من لا ذنب لهم الذين يخافون الان من اي ردات فعل انتقاميه؟ هذا من واجب الحكومه، الواجب الحكومي وزارة الهجرة بأن يقومون بجمع عوائل الدواعش في مكان واحد. يعني اليوم أكثر من مخيم، أكثر من عشرات المخيمات، 17 مخيم للناجين فقط في كردستان، أكثر من 10 مخيمات في الموصل الذين هم ساكنين كلهم أبرياء. لما لا يجمع هؤلاء عوائل الدواعش في مخيم ويكون تحت إشراف أممي ومنظمات دولية أيضا تقوم برعاية هؤلاء الأطفال وإصلاحهم؟ لكنه لا تنسين العرف العشائري قد يكون اليوم في المناطق النائية أكثر تطبيقا من القانون في المناطق النائية، خاصة في جنوب الموصل أو في الأنبار. سيد هاشم، فقط سؤال أخير، متى سيتم تطبيق البرامج التأهيلية التي من المخطط أن يتم تطبيقها لمساعدتهم في المخيم المجموعين فيه؟ لحد اليوم ليس هناك خطوة، فقط هي برامج ومشاريع نعطيها للمنظمات. ونحن نحتاج بانه منظمه يتبنى منظمات اليو ان دي بي هذه البرامج بان يقومون بتاهيل هؤلاء الناس. طيب، ونحن بانتظار رد من احد المنظمات تقوم بهذا الواجب، او هي من الواجب صميم واجب الامم المتحده والمنظمات الانسانيه تقوم بهذا العمل. نعم، شكرا لك على هذه المداخله. معنا السيد هاشم بريفكاني نائب رئيس لجنه الامن والدفاع في مجلس محافظه نينوى، وكنت معنا عبر الهاتف من دهوك. اعود اليك ضيفي عبر الاقمار الصناعيه السيد ضياء الوكيل. الأستاذ هاشم تحدث عن موضوع إعادة تأهيل من لا ذنب لهم من هؤلاء العوائل، حمايتهم حتى من ردات الفعل الانتقامية، ومن موضوع التهجير كما ذكرت حضرتك في البداية، وذلك بالتعاون مع منظمات عالمية أممية إنسانية. هنا إذا ما تحدثنا عن برامج تأهيل، وحضرتك لديك خبرة كافية في موضوع الجماعات المتشددة وكيف ممكن أن يكون حتى فرد
أثر في أطفاله حتى لو هم لم تتلطخ أيديهم بالدماء لا ذنب لهم، لكن هناك تأثر بشكل أو بآخر من أب من أخ من أحد أفراد العائلة. كيف يجب إعادة تأهيل هؤلاء من غسلت أدمغتهم بشكل أو بآخر؟ يعني أيديولوجية تنظيم داعش وجاذبية التطرف لديه تعتاش على يعني صناعة الأزمات، وهذه أزمة ويجب أن نفوت الفرصة على يعني تنظيم داعش وأن يعني أن نؤسس لمبادئ عامة تساهم في إشاعة أجواء من السلام ويعني المصالحة الاجتماعية وإشاعة قيم العيش المشترك في داخل المجتمع، ويعني من خلال يعني من خلال نشر الوعي بأن هؤلاء هم ليس لهم، هم أيضا ضحايا لانحراف أبنائهم، ولربما هم يعني قيد الاتهام، لم تثبت عليهم اتهامات، والحكومة يعني لديها صدر واسع في التعامل مع هذا الملف. وأشار السيد العبادي رئيس الوزراء وقال سنتعامل بإنصاف مع عوائل الدواعش فقط، نحن يعني لدينا يعني ملاحقة ومطاردة لمن حمل السلاح في وجه الدولة ويعني ومارس وساهم في سفك دماء الأبرياء من العراقيين. أما العوائل فيعني حتى ننهي يعني هذا الملف وهذه المشكلة ونشيع يعني عوامل طيب الأمن والاستقرار، علينا أن نبدأ من هذه الملفات نعم يعني أيوة من هنا يعني برامج إعادة التأهيل على ماذا يجب أن تركز، من أين، في خطوات يعني محددة باختصار؟ يعني في البداية إعادة التأهيل يعني النفسي والفكري والثقافي لهذه العوائل. نبدأ من الإنسان، نبدأ ببناء الإنسان، ليس فقط هؤلاء، حتى ضحايا تنظيم داعش من الذين تعرضوا إلى ممارسات قمعية وإلى انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم يعني من النساء ومن الأطفال ومن كل الذين يعني كانوا تحت سلطة تنظيم داعش القمعية. يعني كل الجوانب، وهنالك أيضا يعني نعم كل الجوانب يجب إعادة تأهيلها يعني وأخذها بعين الاعتبار. يعني نعم نعم علينا أن نغطي هذا الملف الإنساني بكل تفاصيله. شكرا لك. ونستعين بخبرة الأمم مختصين. المتحدة نعم. والمنظمات الإنسانية في هذا المجال. شكرا جزيلا لك. سيد ضياء الوكيل خبير في شؤون الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الرقم الصناعي من بغداد.